وتجسد لك أعمالك. أنا عملك الصالح. سيبيض وجه أبيض ريحة طيبة معك إلى يوم القيامة. أو العكس. ستسأل أنا عملك السيء معك إلى يوم القيامة. لن تزول قدم عبد يوم القيامة. ستسأل حتى يسأل عن أربع: عن عمره. ستسأل فيما أفناه. ستسأل وعن شبابه. ستسأل فيما أبلاه. ستسأل وعن ماله. ستسأل من أين اكتسبه. ستسأل وفيما أنفقه. ستسأل وعن علمه. ستسأل ماذا عمل فيه. سنحشر على أرض تانية، أرض جديدة، أرض جديدة ما فيهاش لا جبل ولا شمس ولا قمر ولا حاجة ولا نجوم ولا كواكب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. انتبه، أنا عايزك تتنقل معايا للآخرة. يبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب، ويبدأ العرض بالتطاير الصحي. انتبه يا الله. المصير. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ليس ذلك الحساب يا عائشة، إنما ذلك العرض. أي على الله. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجر لها. يا رب سلم. إذا رأت أيها الأفاضل جهنم الخلائق زفرت وزمجرت غضبا منها لغضب ربها جل جلاله، فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، كما قال رسل الله صلوات الله عليهم أجمعين: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تقدر على نار شمعه؟ والله ما تقدر. طب جرب كده. طب ولع شمعة. وحط صبعك عليها كده لمدة نص دقيقة والله ما تقدر. شمعة، هل تصورت نار حريق مروع مدمر؟ هل تخيلت نار بئر من آبار البترول؟ إن اشتعل بئر من آبار البترول بالنار، شفت المشهد ده والمنظر ده الذي يقلع القلب بالفعل. المصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، والله إن كانت لكافية. قال: ولكنها فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. إن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان من نار، فيغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهون أهل النار عذابا. كل شيء مدون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء موجود، كل شيء موجود. عبدي، يقول الله لك عبدي لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، وعملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فقول المؤمن رب أعرف، رب أعرف، أنا عارف يا رب، اسمع اسمع. فيقول الله جل وعلا للمؤمن: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله، وسط الرعب ده، وسط الرعب ده مجموعة كده تتقدم بينادي عليها الملك عشان يستظله بظل شجرة، بظل عرش الملك. يبقى تحت العرش، يبقى تحت العرش، يبقى تحت العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ويستظل بظل عرش الملك جل جلال ربي مجموعة من الخلق. مين دول؟ يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلني وإخواني وأخواتي منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبعة، دي رواية. يظلهم الله في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. مين دول؟ إمام عادل، حاكم عادل. شوف مكانة الحاكم العادل فين؟ الإمام العادل الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته في ظل عرش الملك. إمام عادل، إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. الله، أبشر أيها الولد والابن الحبيب، يا من استعليت على شهواتك، يا من استعليت على الشبهات وقبضت على الدين وكأنك تقبض على الجمر وسط هذه الفتن، أبشر والله العظيم بشرة. لو حبست نفسك حتى تلقى الله، والله لا يساوي هذا في جانب هذه البشرة أي شيء. حبيبنا المصطفى يصف الجنة، يوصف الجنة. طب والنبي شافها؟ ده دخلها، ده دخلها، ده دخلها. بتقول إيه؟ بقول لك النبي دخل الجنة، رآها رأي العين، ودخلها، ودخلها، ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم. رآها وهو في الدنيا، ورآها وهو في ليلة الإسراء والمعراج. أيوة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف مد إيده كده عاوز ياخد حاجة، وبعدين رجع تكعكع يعني تأخر تاني. الصحابة استغربوا قوي، بعد ما خلص النبي بيقولوا له: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعله، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال الحبيب: رأيت الجنة وتناولت عنقودا منها. الله أكبر، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. أوصفنا الجنة يا رسول الله. قال إيه؟ خلي بالك، قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة. انت عارف اللبنة يعني ايه؟ الطوبة، الطوبة اللي بتبني بيها. بس اللي بناء الجنة بقى طوبة ذهب وطوبة فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة. طب بالله عليك يا اخي، بالله عليك، عاوزك تتصور معايا لبنة طوبة ذهب وطوبة فضة، المونة، المونة اللي بين الطوبة الذهب والطوبة الفضة تبقى ايه؟ تبقى طين؟ مستحيل. طب تبقى اسمنت؟ والله مستحيل. امال تبقى ايه؟ تبقى مسك. مسك. الله، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها. الملاط يعني المونة. شوف كلام سيدنا النبي حلو وجميل ازاي، احنا يعني اهو الله يسترنا، انما شوف كلام النبي: وملاطها المسك. المونة بين الطبطين مسك. يا خبر ابيض. طيب امال الطوب بقى والحصى اللي في ارضية البناء الذهب والفضة واللي بمسك ده، الحصى في الارض يبقى ايه؟ وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان. طب والتراب مسك، والحشيش الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، فيه نعيم ما فيش بؤس. نادي البلبل الشاني نشيطته ويغريها وتحيا.
لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش لبون ولا غائط في الجنة. الله، إيه مش هنأكل ولا إيه؟ أنت هتأكل وتنبسط وتبقى تمام ما شاء الله. أنت ما عليك بس تشتهي شيء إلا تقول سبحانك اللهم، ما تطلبش، أنت بس سبح سبحانك اللهم، تجد ما اشتهته نفسك أمام عينيك وبين يديك. أنا عاوزك بقى تتصور الحسن والجمال التي سيهبه من وهب الحسن ومن وهب الجمال لامرأتك من أهل الجنة، هتبقى وضع تاني خالص. هل رضيتم؟ أنتوا راضين؟ هل رضيتم؟ فأقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فأقول العزيز الغفار أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فأقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الملك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال فيكشف الحجاب وحجابه النور وحجابه النور. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل.